本章里面有个文法，什么文法？你就得一个平价的产品，再不用买点。它的文法 ，the nouns overlap relation or association between exclusion and the outcome. That's the separation. إني أقسم على عكس هذه، أقسم على إيش؟ على 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 أقسم على أقسم على المنتج أو الإند بوينت. طيب أنشوف. Massive disease, the case, وذول الناس اللي ما عندهمش disease to control. وارجع لورا وشوف من اللي كان حصل له الاكسبوز ومن اللي ما حصلوش الاكسبوز. وفي الناس اللي مو disease اللي هم control ارجع لورا واشوف الناس اللي كانوا اكسبوز والناس اللي ما اكسبوز واعمل comparing between them. اوضحها بشكل اكثر. احنا كان مثالنا lung cancer. رحت للسنتر حق الكانسر ومسكت الناس اللي عندهم lung cancer. بس قدم هذا الأوتكم صح؟ ولا لا؟ أوتكم يكون 18 وناس كمان اللي ما كانش عندهم كذا برجع لورا أرجع لورا وأشوف الناس اللي كانوا سموكر والناس اللي كانوا مش سموكر وهنا كمان لأنه كانسر أرجع لورا وأشوف الناس اللي كانوا سموكر وناس ما سموكر واحد من قبل بدون دم بس بتقول الدراسة هذا مش يعني نادرة ما حدش بيعملها اللي يرجع لورا لا هو طبعا برافو عليك هي عاوزة الاستريشن الكيس اللي احنا عايزين نتكلم على حاجة ان احنا اول شيء ان احنا نعمل ديفايد على ايش؟ على متفقين بعكس الكوهارت ستادي احنا نعمل ديفايد على ايش؟ على سباكتر او سبوت هذه النقطة الأول قبل شيء نتكلم عليها الآن لو سمحتوا تفاعلوا معانا فيها هذا الآن الواحد أخذ 1 جروب ولا 2 جروب؟ 2 جروب جميل هل كان يعرف الأوتكم؟ أيوة هل مشى فورورد ولا باكورد؟ باكورد نقطة في منتهى الأهمية والمين كاركترز للكيس كنترول تعال نشوف كمان لو سمحت أي الأساسات اللي معاكم الآن 3 و 4 و 5 و 6 في نفس الداء 3 و 4 و 5 و 6 خلوها أول تناقش هل سمعتوا في أشياء مهمة ترفعوا عن الجبراء على هذا الشلال؟ احنا مسكنا مية اللي هم البروكوجين كاسيوما ومية اللي هم بروكوجين كاسيوما غير أورنان بروكوجين كاسيوما ورجعنا للوراء لا سبعين سموكر وثلاثين نان سموكر وعشرين سموكر وثمانين نان سموكر وراح نعمل مقارنة بينهم إذا انت على طول كيس كنترول ستادي ولا بينزل We divided the patients according to what? متفقين؟ لو حد دعوه على الملاحظة يقول لي غاية دعائي أنا عايز في النهاية نخرج بالأشياء الأساسية حتى لو واحد يكتب لي أنا كيس كنترول ولا هو حتى أنا أعرف إنه مشى صح ولا مشى غلط إذا شايفين إنه بدأ بالأوتكم ورجع بعدين يشوف الناس اللي كانوا سموكر والناس اللي كانوا ناس سموكر في الأوتكم بالبروكوجري والناس اللي هم مهمين بالبروكوجريت كمان راح يشوف من هو اللي كان سموكر ومن اللي كان من سموكر يعني كيس كنترول رسمي طيب اللي هو رقم أربعة حق الدايابيتس وريتينوباثي ايش فيها ايش كيس كنترول وقوها الصغير هذا الأول شيء ما دام أنا بدأت بالريتينوباثي والنانوباثي ايش يعني؟ أوتكم برافو أرجع للوراء وأشوف باكورد من اللي جاله دايابيتس ومن اللي جاله لان دايابيتس ريتينوباثي والناس اللي ما كانش عندهم اللي هم لان ريتينوباثي ارجع باكورد واشوف اللي كان جاله دايابيتس واللي ما لهش ما عندوش دايابيتس واعمل كومبيرنج واضح؟ جميل تعالوا شوف حتى عن كيس كنترول الثانية بالعكس ما دام هم قالوا جوه اذا ابدا بالعكس اروح اعمل دليل اكس 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 فبدأت بالدايابيتس والنان دايابيتس ومشيت فورورد واروح اشوف مين اللي حيجي له ريتينوباثي ومين اللي ما حيجيلوش ريتينوباثي للناس اللي هم اكسبورت اللي هم دايابيتس والنان دايابيتس حشوف الناس اللي هم حصل لهم ريتينوباثي واللي ما حصل لهمش ريتينوباثي
اذا دي كمان نقول عليها روح مستر واضح عكس تفضل عكس يعني طيب النقطه الاساسيه في الكيس كنترول واللي انا مصمم عليها عايزها تنفذ دراستكم لان هنا يجب ان تكون واحد عرفتم لانه في الاستاذ لا طبعا هذا الان الاستاذ العاديه سهله بعدين في كونفرنس والاستاذ قالوا تحلوها فاهم حد ما قسم على ايش؟ الاوتكم جميل البعض السبب يقسم على ايش؟ الاسم خاطئ ولاحظوا هنا الدياتيس اصبح هنا اسم خاطئ مع انه انتم في هذا الجزء يكون اوتكم لكن في هذه الحاله اصبح اسم خاطئ جميل طبعا في الكيس كنترول احنا ممكن نعمل واحد واحد يعني ايش؟ يعني اعمل 100 ديزيز او 100 كيس و100 نورمال جميل وممكن اعمل واحد لاثنين يعني 100 كيسز و200 كنترول وممكن اعمل واحد لخمسه 100 كيسز و500 ليش؟ لانهم هذا الشهود الشهود كل ما كثر الشهود كل ما الدراسه قويه لكن احنا نعمل على طول باستمرار نعمل واحد الى واحد في بعض الناس يعمل واحد اثنين لكن احب اقول لكم انه كل ما كثر الشهود كل ما كان تعطي طلب للصالح بشكل كبير لانه هذا اللي حيشهدوا ها استاذ هذا كلام سهل جدا اللي هو موضوع الشمع زي ما انتم شايفين هنا 1000 شمع يوزر وال1000 شمع غير يوزر مشينا للامام اثنين ودول موجودين سميناها ايش؟ واحد طيب تعالوا شوفوا العكس الكلام اللي انت قلته سهل عمليا انا بدات بالاوتكم رحت ل بتاع الكانسر وحصلت ناس عندهم 100 شخص عندهم هو كانسر و100 ما عندهمش هو كانسر ورجعت وراء اساله من اللي كان شامل يوزر وما كانش شامل يوزر فطلع 20 و80 و10 و90 اعمل علاقه تطلع هاي سيجنيفيكانت شايفين كيف الفرق؟ لانه في الكوره الصدي كان الفترة بين الاكسبوجر اند الاوتكم طويلة فطلع عندي نقص تصير سيجنيفيكت لكن لما بدأت بالاوتكم ورجعت من وراء اشوف الاكسبوجر بعد علاقة قوية ومن هنا نقول ان الكوهات ستدي لا نستخدمها في الريل ديزيز او في او في الفترة الطويلة بين الاكسبوجر اند الاوتكم طيب كبيرة تابعة من الكواليفاي الكوهات ستدي اند كونفيرنت ستدي اتفقنا الكوهات ستدي فيري سمبل نبدأ بالاكسبوز ما نكسبوز ونشوف اللي جاي الاوتكم اللي ما جاش الاوتكم قلنا نكسبوز واللي جاي الاوتكم اللي ما جاش الاوتكم دي سهلة الهيستوريكال الهيستوريكال او النان كونكرنت كوهات ستدي زي ما قلنا برضه وين رجعت لورا انا راجع ارجع بالاكسبوز ارجع بالاكسبوز ارجع بالريس فاكتور وامشي ل 2018 هاتولي هذول الناس هاتولهم انا ما ادري كيف ارحمهم لسه مش عارف الاوتكم خالص واجي اشوف اللي كان عنده كانسر واللي ما عندوش كانسر من الناس الاكسبوز والناس اللي الاكسبوز اللي كان عنده كانسر واللي ما عندوش كانسر وسميناها هيستوريكال هيستوريكال او سميناها نان كونكرنت كوهات ستدي الاكسرسايز 6 بس كيف نعمل بالنسبة للكيس كنترول زي ما قلنا نبدا بالكيس كنترول ونرجع وراء نشوف الناس اللي عندهم الاوتكم ياس ونو بالنسبة للكيس وياس ونو بالنسبة للناس الكنترول. طيب تعالوا النقطة المهمة جدا اعلى كنترول لهذا الوضع اللي جاي لو انا معاك في 2018 معي وبدات بكسرون ومشيت لين 2023 وظهر عملية اللان كانسر صار عندي على طول كوهات لا بعد هنبدأ تقول زي ما قلنا اكسبوز ولا اكسبوز بس عشان اعطي الفكره العامه لو انا في 2010 وبدات بالاكسبوز برضه ووصلت 2018 وعملت اسسمنت للناس اللي هم حصل عندهم الاوتكم دي نسميها اسسمنت لان كانسر نسميها لان كونكرنت كواستاتي او نسميها هيستوريكال كواستاتي لو انا في 2018 وبدات بالاوتكم ورجعت ل 2010 وعملت اتابع من هم اللي حصل لهم اللي كانوا تعرضوا للاكسبوز والناس طبعا اكيد اللي هم اللي ما تعرضوا للاكسبوز نسميها كيس كنترول طيب كيس كنترول ستادي نقطه اساسيه انها تبدا بالاوتكم هتشوفوا على فكره هتشوفوا اشياء كبيره تستغربوها هتشوفوا بعد شويه اذا النقطه الاساسيه متفقين عليها كيس كنترول ستادي تبدا بالاوتكم جميل من بين تعمل بالنسبة للأكسبوجر كيف تعمل ديتيرمينيشن؟ يا عبر الريكوردز يا عبر الماشينين صح؟ أنا معاك ماشينين بس أنا
انت كنت مدخن مش مدخن عشان الطرفين اللي هم الناس اللي كان عندهم كيس والناس اللي ما كانش عندهم الكيس. طبعا الحاجه الكويسه الادفانتجز للكيس الكنترول ستادي ان احنا نحسب الاوبزرفيشن الكوهرنت ستادي كنا نحسبه دريفت هنا نحسب الاوب ريشيو والريز ريشيو نحسبها سهلة جدا. شايفين هذه؟ هذه كيس وهذه كنترول. اذا 8 على 20 وهنا 10 على 90. وهذا طلع بالنظر يمكن شبابنا ما نستطيع نشوفها انا مدينه فيها اوب ريشيو نحسبها على طول نفس ساعه تكون هذه ضربت النتيجه. انه ساعات طيب للاسف الشديد بيحسبوها على ان الريسك وهي اوب ريشيو. هذه واحدة أو أضرب 80 في 90 قسمها في 20 في 10. لو ضربتوها الآن لو تكرمتوا 80 في 90 لو حد معه كالكوليتر يضربها 80 في 90 80 في 90 طيب 7 في 200 قسمها في 200 كم حتطلع؟ يلا سلم 80 في 90 قسمها في 200 36 36 معنى الناس اللي هم سموكر 36 ضعف انهم يتعرضوا للديزيز او الاوتكم مقارنه بالناس اللي ما بيسموكر 36 شايفين كيف الان يعني الاوزيشن سهله نتاكد من اي اوزيشن وهي صحه ولا صحه؟ واضح والواقع جميل بس عشان اتاكد ان الاوز ريشيو اولا كيف اعملها انتربريتيشن وكيف اتاكد ان الاوز ريشيو مكتوبه صحيحه معايا خيارين يا اضرب 80 في 90 اللي هو الاي في الدي على السي في الدي اقسمها على السي في الدي حطها على 36 او اقسم 80 على 20 وال 10 على 90 حتطلع على نص 30 فبس دي بالنسبه لنا احنا لما نشوف حتى الطلاب عشان نشوف عامل اوز ريشيو صحيح ولا لا الاوبزيشن شو كيف نعملها انتربريتيشن؟ نفسها بيرن ريسك بالضبط. لو طلع واحد لا يوجد اي علاقه بين الناس الاسوشيشن بين الناس الاكسبوجر والناس الاوتكم. لو طلع اكبر من واحد زي ما الان طلع 36 قبل شويه، ما معناها ان الناس الاكسبوجر للريسك اكبر 36 مره ضعف ما هيجيبهم ديزيز مقارنه بالناس النم اكسبوجر. زي ما قلنا لو اقل من واحد دي هتكون بروتكتيف يوجوالي دي بتكون مع الفاكسينيشن هتكون بروتكتيف ان الاكسبوجر ده يمنع الحدود الاوسط. طيب الادفانتجز للكيس كنترول اكيد سريعه ورخيصه وبسرعه تعملها من الدراسات اللي ممكن تتعمل بشكل صحيح بس الشرط يكون في ريجستريشن او نعمل كوشنير وفي ديزاين هتكلم عليه في ديزاين هتكلم عليه. الآن احنا اتفقنا اليوم بشكل نهائي انها من الدراسات الممتازه جدا لل ريل ديزيز. لانه انا حوصل في النهايه اشوف الريل ديزيز اشوف الاوتكم وارجع اشوف الريسك فاكتور. الديس ادفانتج لها نان بيست بيست بريد بلاد فور انستنس ودي من ضمن النقاط اللي ضايقنا جدا. نجي نشوف واحد ديزاين حق رساله حق كويس كنترول ويجي يقول لي البريفرنس كده والانسيدنس كده ما يقدرش. هذه فقط الهدف حقها انها تعمل اسوسيشن بين الاكسبوجر او الاوت. فبالتالي لا استطيع اقيس لها بروجرس ولا استطيع اقيس الازمز. ما اقدرش اتحكم بالكومباندرز بالمشتتات ما اقدر اتحكم. ليش ما اقدرش اتحكم؟ من ضمنها لو عملت كوشنير وسالت الميموري باس بشكل كبير يعني الناس تستنسى وممكن يعطيك معلومات مضلله يعني تكون تستخدم كذا تكون تدخل اسئله على الاسفاق الاعمال تنتقي فهي ما هيش ما اقدرش اربط الكومبوند بشكل صحيح. بالتاكيد دي نقطه مهمه جدا انها تمتحن كل ون اوت كم. اكيد ما عملت الان رتم واحد ما هي ون اوت كم وارجع اشوف من اللي جاله دايابيتس مثلا ومن اللي ما جالوش دايابيتس اذا فقط تمتحن ون اوت كم. أكيد المشكلة فيها زي ما قلنا الريكول باس لأنه للأسف أنت بتسأل على تاريخ من فترة طويلة فبيحصل بايس بشكل كبير. أحيانا مكسور. الصعب اللي فيها اللي مر عليها دكتور عادل اللي ماشي جروب مهمة جدا وصعبة جدا في نفس الوقت، يعني إيش؟ يعني لما أجيب الكيس في سن معين لابد الكنترول يكون في نفس السن. لما أجيب الكيس مثلا من انفايرمنت معينة لابد الكنترول يكون من نفس الانفايرمنت.
لان انا بضحك على اسم فده لابد ان يكون في ماتش بين الكيس وبين الكنترول، ودي لابد فيها صعوبه عشان اعمل ماتش بين الكيس والكنترول، ودي من ضمن الصعوبات بالنسبه للكيس والكنترول. اكيد ما تقدرش تعمل مزاولتي، ما تقدرش خالص، اساسا قدراتك ظهر، فما تقدرش تعمل عمليه السببيه او هذا السبب نتيجه للريسك فاكتور معين. في نقطه مهمه جدا وعاوز اناقشها معاكم. ان شاء الله ما حد يعترض. ايش رايكم الان لو انا قسمت على اوركم اورال كانسر ونن اورال كانسر وانا مطلع اللي بيشتغل على الفيروس مطلع على سبيل مثال انه هو الريسك فاكتور اللي يعمل اورال كانسر اورال طيب رحت على طول ده الساعه شوفوا نسيت الناس اورال كانسر اوركم ها صح وناس نان اورال كانسر وعلى طول مسكت الاورال كانسر وسحبت منهم عينه سيرم ورحت شفت البي سي ار شفت هل عندهم اتش تي بي فايروس ولا ما عندهم والناس اللي نان اورال كانسر نفس الوضع سحبت منهم عينه سيرم وشفت هل عندهم اتش تي بي فايروس ولا ما عندهم ينفع ولا ما ينفع؟ ما لكم سيقعن على رؤوسكم طيب دكتور يعني ممكن مرض الكانسر هذا له اكثر من مسبب يعني ممكن يطلع لا شوف السؤال حقي السؤال حقي ان الفلسفه اللي اتفقنا عليها انه انا ارجع ريتروسبكتيف انا ما ارجع ريتروسبكتيف حتى من الان اخذت مصابين انا اخذت مصابين وسحبت منه الان الريسك فاكتور ما هو شو اسال عليه؟ عرفت الان اتاكد منه موجود المسبب هو نفسه ايوه بس ما رجع في الوقت يعني انه النظام الاساسي حقا اني ارجع للمسبب انا ما ارجع خلاص حتى الان ماليش الفرقه تفضل اللي ورا تفضل يا عبد الرحمن ممكن ان وجود الكانسر سهل دخول الفيروس انا ما اسمع ما اشوفش اسمع لي اقول لك الديزاين حقي صح؟ عشان بعد تسمع تفضل يا عارف ها؟ كيف؟ ها؟ بس 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 طيب 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 هي صح هي صح ليش؟ لحظة بس اللهم احفظ عقلها من لسان يفقه قولي اشتري طيب وخايف ما تشغلها هي صح ليش؟ الان اللي عندي الكورة كانسر مش لما جاني بيجيب فارس ما جاش دحين للان قد ياخذ له فترة طويلة جدا فانا كوني اسحب منه عينة دم معناها انه الديزاين حقي لا زال ريتروسبكتيف ديزاين لكن الداتا سميناها بروسبكتيف داتا كوليشن عيدها ثلاث مرات الان مش الان عندي ناس عندهم اورال كانسر وناس ما عندهم اورال كانسر اكيد حد ما قول ان الاورال كانسر هذا لو كان مسبب لو مثلا بيشتين بار فارس اللي بيشتين كم تسجيل هو عنده ولا لا؟ ولا لا؟ ايوه اللي ما يقدرش هو يطلع برا ها؟ تمام انا حاضر انا على فسك اللي قدامي ده اللي بيشتين بار فارس انا تاني انا متهم اللي بيشتين بار فارس أليس الحدث متفقين معي لو كان الروسين بقى هو المسبب للأورا كانسر أكيد قد أصاب من زمان ها؟ ما قد يقول الله قد عنده أوتكام قد عنده أورا كانسر معنى أنه لو فعل الإبتين بقى هو المسبب حيكون قد عنده من فترة طيب أنا على طول صحيح أنا عملت الديزاين حقي ديزاين كيس كنترول إنه مشيت أخذت الأوتكام كويس بس بدل ما ارجع ما فيش معايا ريجستريشن تقول لي ناس انه عنده لا يشتري لا فارس ولا ما عندهش رحت على طول سحبت من الكيسز ورحت شفت بالبي سي ار هل عنده يشتري فارس وسحبت من الناس اللي هم كنترول ورحت شفت هل عندهم يشتري فارس هاي بنسميها ثلاثي بنسميها ريتروسبكتيف ديزاين وبروسبكتيف داتا كوليكشن فهي كيس كنترول بس تعتمد على ثلاثي تعتمد على اساس الاوتر اللي موجود اليوم الاكسبوجر اللي انا اشك فيه اللي اشك فيه الاكسبوجر مش من حالي الان اكيد ترى قد فيه كانسر معناه ان قد يرتفع الاكسبوجر هذا بعدين كون ان الاكسبوجر حق اللي انا اتهمته اللي بيشتري بها الفارس ما طلعش حيطلع ما فيش عند الكانسر ما فيش يطلع عند
عند الناس الكنترول وبالتالي ما يعمل عملية إحصائية وبالتالي ما فيش سجلة بالنسبة للأيروس فاكتور إنه يعمل على الأورجانزم تفضل. Yes, definitely. أقسم على الأوتكام اللي هو هيباتوس كارسينوما وأرجع أخذ سيرة من الناس اللي عندهم هيباتوس كارسينوما ومن الناس النورمال وأشوف هيباتوس بي وهيباتوس سي على البروتوكول حقي. فإذا كان هيباتوس سي الموجود عند كل الناس اللي عندهم هيباتوس كارسينوما وما راحش عند الناس النورمال إذا هذا هو لو طالما كلامك هذا صحيح. أنا متهم إن الشيم بارفارس يعرف يعمل أوروكانسر. جيت فاجأت أشوف المرة كلهم عندهم الشيم بارفارس. لما تيجي أعمل علاقة إحصائية ظهر ما فيش فرق. أخذ يقول ما فيش فرق. بدري يقول إن الشيم بارفارس موجود في الناس النورمال وموجود في الناس الكيس. بس اللي أنا الفكرة اللي أنا أشتري أصله لكم إنه بعد حتى تكون عايش في ديستريشن هيكون ما فيش معاه أو البوشير هيكون صعب لما ياكل اللي غريب تحت الشيم بارفارس. إذا الإنسان دكاترة لكن الشتيم طول عمره هذا ليش؟ هذا الشتيم. فما بالك بمرة. فأنا عندي أقول لا يا جماعة ليش ما إحنا نفكر بطريقة أخرى؟ إن إحنا نعمل الكيس ونعمل الكنترول وذاك الساعة نسحب علينا من الكيس ونسحب علينا من الكنترول ونشوف الريسك فاكتور. اللي أشتي أصلي يصل إليكم إن الريسك فاكتور المسبب مش ذاك الساعة جاء، هذا قد يسلمون وهو موجود. قبل عدة سنوات موجود هذا الريسك فاكتور. فلو اكتشفته في الناس اللي هم الكيس ومقارنة بالكنترول كان أقل وطلعت العلاقة علاقة سيجنفكت حنوصل لمقطع اسمها سيجنفكت واسمها ديجن حنقول إذا هذا الريسك فاكتور هو المتهم. هلال ما في الريسك فاكتور هلال ما اسمع لك يا هلال. كم البرسنتج عشان أحكم هذا لا وجد في الإدمان؟ هذه على ديفولت حاسبها. حكتب عليها بكرة الميزان بكرة. بكره وبعد حتى لو الكونسبت اوف بي فاليو للاسف الشديد اللي احنا كثير مننا مش مستوعبينه. اذا البروسبكتيف داتا كوليكشن بروسبكتيف لكن الديزاين هو ريتروسبكتيف. على فكره في بحث سموها بروسبكتيف كيس كنترول وده مش صحيح. يسموا كيس كنترول يسموها بروسبكتيف كيس كنترول. يسموا الكلام اللي قلته انا ايش قلت؟ أنا قلت إنه retrospective design و prospective data collection هم يروحوا بالغلط يقولوا prospective case control لا مش prospective case control هي لا زالت retrospective بس أنا رحت أخذ عينة من هنا معينة هنا سميتها prospective data collection لكن أنا أساسا قصرت على من؟ على الأرقام جميل على الأرقام قصرت طيب آخر